الحل عندي، برنامج عبارة عن مقتطفات راح تعرض يومياً إن شاء الله على قناة المهدي، وهذه المقتطفات راح تكون عن الابتلاءات اللي نبتلي فيها إحنا كل يوم في مسائلنا الشرعية، وراح تكون على رأي العلماء الأفاضل والرأي المشهور، وإن شاء الله هذا الحل ما راح ياخذ منه دقيقة واحدة بتوفيق من الله عز وجل.